فرحة عامرة ومهمة ناجحة هي الأولى من نوعها في بلادنا، تكللت بالنجاح حسب القائمين عليها. هي عملية زرع للكلى أجريت يوم الجمعة الماضي لصالح فتاة موريتانية تبلغ من العمر 25 ربيعا في مقتبل العمر، والمتبرع أخ لها في الثلاثين. مهمة تمت بالتعاون بين المجلس الوطني للتبرع واقتطاع واحتراث الأعضاء والأنسجة البشرية والمركز الوطني لأمراض القلب، وبدعم ورعاية من الوكالة الوطنية لزراعة الأعضاء الجزائرية وقسم زراعة الكلى بالمستشفى الجامعي باتنا بالجزائر. رئيس الجمهورية الرئيس المنتخب السيد محمد ولي الشيخ الغزواني أدى مساء أمس زيارة للفتاة التي خضعت للعملية بالمركز الوطني لأمراض القلب، اطمأن خلالها على صحتها وصحة أخيها المتبرع، واستمع من الفريق الطبي المشرف على العملية إلى وضعية الفتاة ومدى استجابتها للعلاج. رئيس الجمهورية شكر الفريق الطبي المشرف على العملية مثمنا الجهود القيمة التي قام بها. وعلى هامش الزيارة عقد الفريق الطبي الموريتاني الجزائري الذي أشرف على هذه العملية مؤتمرا صحفيا استعرض فيه رئيس المجلس الوطني للتبرع واقتطاع واحتراث الأعضاء والأنسجة البشرية الدكتور عبد اللطيف سيدي علي واقع وأسباب مرضى الفشل الكلوي في موريتانيا، مبينا أبرز الخطوات التي مرت بها المريضة مطمئنا الجميع على صحتها. 2016 خاض اخبار الانواع العاصمه الجنان ما خرجش. انا الدعم السياسي اللي خرج لك هو افيك حققنا هذه البروجرام. كيف قال لكم بروفيسور حسام عن هذه مرحله دوليه. مرحله اثباتنا بداوا 10 سنوات بداوا صرع الكلى، اليوم هذا عندنا صرع الكبد. لا يفتح لنا اسمنا ابواب ان شاء الله، وقايلين مع هذا النوفو ماندا ان شاء الله. عندنا هذه لافونتي بوليتيك أنا ممكن نحطوها الجايين إن شاء الله بإذن الله. المركز الوطني لأمراض القلب كان له الدور البارز في إنجاح هذه العملية، حيث أعلن القائمون عليه استعدادهم التام في إنجاح مشروع توطين عمليات زرع الكلى من خلال تسخير كافة غرف المركز وتجهيزاته لمثل هذه العمليات. الخطة اللي قاعدين بطريقة سليمة، أولاً فريق الجزائر اشترك مع الفريق المحلي تكوين مكثف الفريق المحلي، بعد سنة سنتين عدلوها الفريق المحلي وحده عندما يكتسب الخبرة في مجال زراعة الكلى وما بعد الزراعة أيضا متابعة مريض الكلى. أنا أعتقد أنه سنتين كما حدد في البرنامج من المتابعة المكثفة إن شاء الله يصبح الفريق المحلي قادر على إجراء عمليات في مركز أقرب المساحة إن شاء الله يبقى مركز مجهز وتبدأ الإكفاء عندهم القدرة على المتابعة قبل وبعد الزرع. تأتي هذه المهمة ضمن المشروع الذي أطلقته موريتانيا بهدف الحصول على مختلف الإمكانيات والظروف الملائمة التي تمكن من القيام بعمليات زرع للكلى في البلد. سنة 2024 نحن حكما منتصف السنة فات وسجلت عندنا 70 حالة جديدة، وهذا يدل علينا مع الأسف في حالة في تصاعد. والحل الجذري لها هو الزرع، لأنه هو الحل المستديم وهو الحل الناجع، خصوصا ذايته بالنسبة للمرضى وتكاليفه طبعا بالنسبة للمولين، بالذات احنا على مستوى الصندوق الوطني للتأمين الصحي. تمكن إن شاء الله من توطين هذه التجربة هو أحسن سبيل بأن نوفر علاج محليا ونستفاد من المزايا المترتبة على هذا التوطين فأبعادها الاقتصادية وخصوصا الاجتماعية بالنسبة للمريض وأسرته. أعضاء الفريق الطبي الجزائري استعرضوا خلال ردودهم على بعض التساؤلات أهمية عمليات زرع الكلى التي أصبحت متاحة بفعل التطور العلمي،
مؤكدين استعداد الهيئات الجزائرية العاملة في هذا المجال لدعم مشروع موريتانيا الهادف إلى توطين عمليات زرع الكلى التي تعد أفضل الحلول لمعالجة الفشل الكلوي، ما يعكس متانة علاقات الأخوة والتعاون الدائم بين الشقيقتين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية.